السلام عليكم. اليوم نتكلم على هذه الإقامة الجميلة تعتبر يعني تقع التي تقع في بلدية شريقة بالعاصمة، ونشوف أن النوع هذا حبذا لو يعني الدولة تستعمل هذا النوع للسكنات نتاع الديال مثلا، يعني كما ستاندار مويا، هذا لازم يتخذ كمقاييس متوسطة. نشوف هنا فيه مساحات للألعاب، وفيه بعض الديكورات تاع لي جيدو، ويعني النمط هذا مقبول نوعا ما إذا اعتبرناه كنمط متوسط بالنسبة للطبقة المتوسطة. نشوف هنا الصورة هنا كذلك، فيه بعض المحاولات لإعطاء نوع من الاختيارية، فيرديسمون، في يعني مش بكمية كثيرة، لكن المشكلة راه في المساحات التي تعطى للمطورين العقاريين. الدولة لا تسمح بإعطاء مساحات كبيرة، لو كانت المساحات كبيرة كان المطورين يفكروا في بناء أفقي، يعني أقل طبقات يعني للنيفو، وتكون فيها سكنات تاع زوج ثلاث طبقات لا أكثر، ولا يعني مش أكثر من زوج ولا ثلاثة طبقات، يكون يعني النمط أفضل يعني على شكل فيلات. انا نشوف يعني كاين فيه يعني تأثيث من الداخل، لانه الاقامه هذه اقامه تاع المطور العقاريين الخواص. نخليكم على نهايه الفيديو، والسلام عليكم.